السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج كونكت بلس برايمري 1 او الصف الاول الابتدائي ترم 2 الترم الثاني، ولسه بنكمل مع بعض شرح يونت 8 اوف تو ورك او الى العمل، وده بارت 3 او الجزء الثالث. هنشرح فيه حاجة مهمة جدا، وهو ازاي نقرأ الساعة، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا بنتكلم عن a busy day. busy يعني مشغول، يعني زحمة. busy day يعني يوم مزدحم، يوم مشغول بالكامل. فهنا busy دي صديقتنا بتقول لنا listen، استمع. point أشر، and say وقل. فطبعا how to read the clock أو إزاي تقرأ الساعة بشكل صحيح، لازم نتفق يا أصحابي إن في نوعين من الساعات. أول نوع اللي هو الديجيتال كلوك او الساعة الرقمية، دي بيظهر لنا على الشاشة بتاعتها الرقم بتاع الساعة وبتاع الدقيقة، سواء كان الصبح او بالليل. وفي حاجة تانية اسمها الانالوج كلوك، الانالوج او الساعة التناظرية، الساعة اللي هي بيبقى فيها العقارب، وطبعا عقرب يعني هاند، اللونج هاند والشورت هاند. اللونج هاند اللي هو العقرب بتاع الدقايق، اللي هو العقرب الطويل، والشورت هاند، الشورت هاند او العقرب بتاع الساعات، اللي هو العقرب القصير. فطبعا العقارب في الساعة اسمها الهاندز او الايدي، اللونج هاند او العقرب الطويل بيشاور على المينتس او على الدقايق، والشورت هاند او العقرب القصير بيشاور على الاورز او على الساعات. فهنا طبعا اول حاجة بيقول لنا ان لما بيبقى الشورت هاند او العقرب القصير بيشاور مثلا على اي رقم وليكن السيفن، فهنا بنبقى عارفين ان احنا بنتكلم عن الساعة 7 او 7 o'clock. لو العقرب الطويل او اللونج هاند بيشاور على 12، يبقى هنا لسه الساعة دقة 7 بالظبط. طب لو اتحرك بعد ال 12 بنقطة واحدة او بمينت واحدة، يبقى الساعة 7 ودقيقة واحدة او 1 minute. لو اتحرك لحد ما يوصل رقم واحد هنا في 5 دقايق، في 5 نقط، كل نقطة دقيقة، يبقى هنا نعرف ان الساعة 7 and 5 او الساعة 7 و5. لو اللونج هاند اتحرك لحد ما يوصل لتو، هيبقى 7 o'clock and 10 minutes، الساعة 7 و10. فكل رقم من الارقام المكتوبة هنا بينها وبين بعض 5 نقط، هي بالنسبة لللونج هاند او العقرب الطويل دقايق. لما يجي العقرب الطويل او اللونج هاند عند رقم واحد، يبقى هنا في 5 دقايق عدت. لو جه على 2 يبقى في هنا 10 دقايق عدت. لو جه على 3 يبقى في 15 دقيقة عدوا. لو جه على 4 يبقى في 20 دقيقة عدوا. طبعا بنقول 7 and 20 او الساعة 27 دقيقة، 7 وثلث يعني. لو جه على نمبر 5 يبقى الساعة 7 and 25. لو جه على 6 هنزود 5 كمان، يبقى 7 و30 او 30 دقيقة. لو جه على 7 يبقى العقرب القصير على 7 والعقرب الطويل كمان على 7، يبقى الساعة 7 and 35 او الساعة 7 و35 دقيقة. لو جه على 8 يبقى 40. لو جه على 9 يبقى 45. لو جه على 10 يبقى 50. لو جه على 11 يبقى 55. ولو رجع تاني وصل لل 12، هيبقى الساعة عدت، لان الساعة كلها فيها 60 دقيقة، فهيبقى نبدأ ساعة جديدة، وهيكون العقرب القصير او الشورت هاند هو المرة دي اللي هيتحرك، ويكون على نمبر 8 او على الساعة 8، ونبدأ ساعة جديدة. فكل ساعة فيها 60 minutes او 60 دقيقة. العقرب القصير او الشورت هاند بيشاور على الساعات، العقرب الطويل او اللونج هاند بيشاور على الدقايق. وكل ساعة زي ما قلنا متقسمة ل 60 دقيقة على شكل خمسات،
خمس دقايق بين 12 و 1، خمس دقايق تانيين بين 1 و 2، خمس دقايق تالتين بين 2 و 3 وهكذا. فلما نيجي نلاقي العقرب القصير على 7 والعقرب الطويل مثلا على 3، يبقى نقول it's 7 o'clock and، وهنقول هنا 5 هنا 10 هنا 15، يبقى and 15 minutes. فهنا بيقول لنا ان العقرب القصير او الشورت هاند على 7 والعقرب الطويل او اللونج هاند على 12، هنقول هنا it's 7 o'clock، الساعة 7 بالظبط، لان هنا مفيش دقايق زي ما قلنا من شوية. طب في الصورة التانية بيقول لنا ان الشورت هاند او العقرب القصير على 9 واللونج هاند او العقرب الطويل على 6. احنا قلنا 6 بتساوي كام دقيقة يا اصحابي؟ شاطرين كلكم، في 5 عند 1، 10 عند 2، 15 عند 3، 20 عند 4، 25 عند 5، يبقى 30 عند 6. 5 دقايق بين كل واحدة والتانية. لما نوصل لرقم 6 او لنمبر 6 هنلاقي فيه 30 minutes او 30 دقيقة، يبقى الساعة 9:30، يعني الساعة 39 دقيقة، يعني 9:30. هنا مكتوب تحت منها it's 9:30 او الساعة 39 دقيقة. طب هنا الشورت هاند على 11 واللونج هاند على 12، المفروض تبقى الساعة كام يا اصحابي؟ شاطرين كلكم، it's 11 o'clock او الساعة 11 بالظبط. طب هنا الشورت هاند واللونج هاند الاتنين مشاورين على 12، يبقى الساعة كام يا اصحابي؟ شاطرين كلكم، it's 12 o'clock او الساعة 12 بالظبط. طب هنا الشورت هاند على 2 واللونج هاند على 6، يبقى المفروض الساعة كام يا اصحابي؟ شاطرين بنبدأ بالساعات، it's 2، طبعا لما تيجي اللونج هاند على 6 يبقى 30، يبقى it's 2:30 او الساعة 32 دقيقة. طب هنا الصورة دي بيقول لنا العقرب القصير او الشورت هاند عند 3 والعقرب الطويل او اللونج هاند على 6، يبقى نقراها ونقول الساعة كام يا اصحابي؟ شاطرين، it's 3:30، شاطرين كلكم. طب هنا الشورت هاند عند 4 واللونج هاند عند 12، يبقى المفروض نقول الساعة كام يا اصحابي؟ شاطرين، it's 4 o'clock، 4 o'clock لان مفيش دقايق زي ما قلنا. لما بيجي اللونج هاند عند رقم 12 يبقى هنا مفيش اي minutes، بنشوف الشورت هاند عند اي ساعة وبتبقى الساعة دلوقتي الرقم ده بالظبط، فهنقول هنا it's 4 o'clock او الساعة 4 بالظبط. طب هنا الشورت هاند عند 6 واللونج هاند عند 12، يبقى نقول الساعة كام يا اصحابي؟ شاطرين، it's 6 o'clock، 6 o'clock يعني الساعة 6 بالظبط، مفيش دقايق. وطبعا يا اصحابي في بعض الكلمات الهامة لازم نعرفها هنا كويس. اول حاجة clock يعني ساعة، تاني حاجة farmer يعني مزارع او فلاح، busy day يعني يوم مليء بالاعمال، احنا قلنا busy يعني مشغول، لما نقول busy day يعني يوم مليان بالشغل، يوم مليء بالأعمال. work يعني يعمل. architect يعني مهندس معماري. farm يعني مزرعة. animals يعني حيوانات. eat يعني يأكل. breakfast يعني وجبة إفطار. lunch يعني وجبة الغداء. nurse يعني ممرضة. hurt يعني مصاب وبرضو يعني يضر. grandmother يعني جدة. grandfather يعني جد. office يعني مكتب. customer يعني عميل يعني زبون. new يعني جديد. idea يعني فكرة. draw يعني يرسم. home يعني منزل.
هو يعني من للعاقل. لما بسأل على حد بقول مين ده مثلا، هو is he، من هو. فهو يعني من، لما بسأل عن حد شخص عاقل إنسان يعني. if يعني لو، يعني إذا. لما أقولك على حاجة if يعني أنا بقولك لو حاجة حصلت أو حاجة أو إذا حاجة حصلت، فبقول if يعني لو أو إذا. sick يعني مريض والعياذ بالله، مريض يعني sick. need يعني يحتاج. little يعني صغير. وطبعا في افعال لازم نكون عارفينها كويس، زي مثلا get up يعني يستيقظ. buy bus يعني بواسطة الاتوبيس. go home يعني يذهب للمنزل. help us يعني يساعدنا. look after يعني يعتني بي، وده فيرب مهم جدا لازم نكون عارفين معناه. talk to يعني يتحدث الى. on paper يعني على الورق. cross the road يعني يعبر الطريق، يعدي الشارع. go to يعني يذهب الى. eat lunch يعني ياكل الغداء بتاعه. وطبعا يا اصحابي لازم نكون عارفين في الجزء ده ازاي بنسأل عن الوقت. فلما باجي اسأل عن الوقت بقول what time is it يعني الساعة كام دلوقتي. what time is it يعني الساعة كام. ممكن اقول السؤال بشكل تاني وبقول what is the time ما هو الوقت. what is the time يعني ما هو الوقت. فاللي بيرد عليا بيقول لي it's، ويقول رقم الساعة. it's 10 o'clock مثلا الساعة 10. it's 7:30 الساعة 7:30. it's 5 o'clock الساعة 5 وهكذا. فبيقول it's وبعدين بيقول رقم الساعة وبيقول في الآخر o'clock أو الساعة كذا. فهنا what time is it يعني ما هو الوقت، ما الوقت. فهو هنا بيقول لي it's 10 o'clock يعني الساعة 10. وطبعا o'clock هنا بتيجي بمعنى بالضبط الساعة دلوقتي بالضبط كذا. لكن لما بيبقى في دقايق ما بيقولش o'clock، بيقول لي مثلا it's 7:30 يعني الساعة 7:30، ما بيقولش في الاخر o'clock. يبقى o'clock هنا بتيجي مع الساعة بالضبط اللي ما فيهاش دقايق. تمام يا اصحابي. ولما بنيجي نسأل عن الاشخاص زي ما قلنا من شوية، لما بقول لواحد مين اللي بيساعدك، فبقول له who helps you يعني من الذي يساعدك. فهو ممكن يرد علي ويقول لي مثلا mom helps me امي هي اللي بتساعدني، ماما هي اللي بتساعدني. لما اجي اقول له انت بقى بتساعد مين، فبقول له who do you help يعني من تساعد، انت بتساعد مين. فهو يقول لي مثلا I help my little brother يعني انا بساعد اخويا الصغير. وعايزين ناخد الاكسرسايز الصغير ده نتدرب ازاي نرسم الهاندز او العقارب بتاع الساعة في مكان بتاعها الصحيح. فهنا بيقول لنا read، اقرأ، and complete the clock واكمل الساعة. فهنا في اول صورة اصحابي بيقول لنا this is Sarah هذه هي سارة. she's an architect هي مهندسة معمارية. she goes to her office هي بتذهب للمكتب بتاعها للعمل بتاعها at 9 o'clock يعني الساعة 9 بالضبط. فالمفروض احنا عايزين نرسم بقى الهندس او العقارب بتاعة الساعة
وهي بتشاور على 9 o'clock. احنا قلنا الهاند او العقرب بتاع الـ hours المفروض اللي هو الشورت هاند ولا لونج هاند يا اصحابي؟ شاطرين الشورت هاند، فهنشاور بالشورت هاند او بالعقرب الصغير على 9، واللونج هاند او العقرب الطويل لما تبقى الساعة 9 o'clock او الساعة 9 بالظبط المفروض يكون بيشاور على رقم كام في الساعة يا اصحابي؟ شاطرين عند 12، فيبقى الشورت هاند على 9 واللونج هاند على 12 زي ما احنا شايفين قدامنا. طب هنا في الصورة التانية مكتوب at 11 o'clock، at 11 o'clock الساعة 11 بالظبط Sarah talks to a customer. talks to a customer بتكلم عميل او بتكلم زبون، يبقى at 11 o'clock Sarah talks to a customer. فالساعة 11 سارة بتكلم زبون، بتكلم عميل، فعايزين نحدد هنا 11 o'clock على الساعة. فاحنا قلنا ان الشورت هاند بيشاور على ايه؟ شاطرين على الاورز، فهنشاور بالشورت هاند او بالعقرب الصغير على 11. طب ولما تبقى 11 o'clock او الساعة 11 بالظبط يبقى اللونج هاند او عقرب الدقايق بيشاور على ايه؟ شاطرين على ال 12 او على رقم 12. الصورة التالتة يا اصحابي بيقول لنا at 2 o'clock او الساعة 2 بالظبط Sarah eats lunch. Sarah eats lunch، سارة بتاكل الغداء بتاعها، فعايزين نحدد 2 o'clock او الساعة 2 هنا بالظبط. شاطرين الشورت هاند هيشاور على 2 لان هو بيشاور على الساعات، واللونج هاند هيشاور على 12 لانه بيشاور على الدقايق، فهتبقى 2 o'clock او الساعة 2 بالظبط. طب في الصورة نمبر 4 بيقول لنا at 3 o'clock او الساعة 3 بالضبط Sarah has some new ideas. Sarah عندها، Sarah تملك some new ideas، بعض الافكار الجديدة. she draws، هي بترسم her ideas، الافكار بتاعتها on paper، على الورق. at 3 o'clock Sarah has some new ideas. she draws her ideas on paper. يبقى عايزين نحدد 3 o'clock او الساعة 3 بالظبط، فالمفروض الشورت هاند هيشاور على ايه واللونج هاند هيشاور على ايه يا اصحابي؟ شاطرين الشورت هاند هيشاور على نمبر 3. طب واللونج هاند؟ شاطرين على نمبر 12 زي ما اتفقنا. طب والبيكتشر نمبر 5 هنا بيقول لنا Sarah goes home، سارة بتذهب الى المنزل at 4 o'clock، at 4 o'clock الساعة 4 بالظبط. she goes home by bus، she goes home by bus، هي بتروح البيت بواسطة الأتوبيس، بتركب الأتوبيس وهي مروحة، فاحنا عايزين هنا نحدد 4 o'clock أو الساعة 4 بالظبط. يبقى short hand هيشاور على ايه يا أصحابي؟ شاطرين على number 4. واللونج هاند هيشاور على ايه يا أصحابي؟ شاطرين على نمبر 12 او على رقم 12 علشان هي 4 o'clock. كده نكون انهينا شرح درس النهاردة وانهينا معاه شرح يونت 8. اتمنى ان انت تكون استفدت من الدرس. لو اعجبك الدرس اعمل لايك. اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو. والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، وانا سيب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. على فكرة يونت 9 مشروحة بالكامل على القناة، احنا قلنا بس نراجع على الجزء ده لان هو جزء مهم. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.